السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. معكم أمين مدينة كيبيك. معكم علي ويوسف الله في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن. معكم صلاح الدين من مدينة تشادلة. معكم زكريا من كندا ولكن دابا في كوبا. أنا جيت نحلم بحالكم. معكم أشرف. معكم داعم. وليد مجد من الرباط. معكم عصام رمضاني من كاليفورنيا. معكم عبد الرحيم مدينة وجدة. ستوكهولم سويدن. معكم سفيان أيمن بكارست. معكم إبراهيم من طنجة. كندا. معكم جروب اوليون تاع تراسي فاميلي. معكم عصام النحالي من بني ملال. كنحلم وكيف ما كيحلموا جميع المغاربه. انا غنحلم اكادير. كنعيش في نيويورك هذه مده ديال 13 سنه. انا زكريا من سخيمه. معكم ياسين من مدينه ليون الفرنسيه. كنبغي نوجه شكر خاص لياسين جرام على الانيشيتيف. اول حاجه كنبغي نشكر ياسين على هذه المبادره اللي كيدير وكيجمع فيها كاع المغاربه في المكان. بالنسبه للموضوع ديال الفيديو هو اي دريم ولا كنحلم. الحلم ديالنا هو انه يكون عندنا جامعات بحال الجامعات ديالهم والمسؤولين ديالنا يهتموا بالتعليم العالي كما يهتموا به الناس في الوطن. صفر بطاله، صفر اميه، وميه في ميه عداله اجتماعيه. الحلم ديالي هو اننا نحافظوا على الجنسيه المغربيه ديالنا ماشي في الوراق ولا في الباسبور ولكن في التقاليد والعادات ديالنا والكرم الضيافه المغربي ديالنا اللي معروفين به بجميع انحاء العالم. شو خايف دتر بار مسلمان ادي كان حلم مغرب جديد، الحكومة ديالنا تعطينا شوية قيمة، كان حلم بعقلية الشباب تزيد القدام وتبدل. أنا بغي نكون أول إمرأة مغربية ترأس الحكومة. شنيش مغربي يكون زوين، مغربي ما فيش رشوة، ما فيش محسوبية، ما فيش باك صاحبي، بغيت الفرص يكونوا متكافئة. أنا معكم باقي المشكل، ديزي دروس، شايفين عيون الحق، سجل ماستر، ناسيو، نقول لكم حاجة وحدة، شريو الحرية والعدل والمساواة. الأمنية ديالي في هاد البلاد هو يكون تكافؤ الفرص. نحلم بلادي ما يبقاش فيها كاسبر ولاكوست وفهمي فهمي. الحلم ديالي هو أني باغي نولي أرشيتيكت. المغرب بلا رشوة بلا سرقة سيغتو بلا محسوبية. الحلم ديالي هو أنني ما نبقاش نحلم. كنتمنى باش نكون واحد البودكاستر واخا ما عنديش كاميرا أغير بلو اللوجيستير باش نقاد المونتاج داكشي ولكن كنتمنى إن شاء الله. بغينا الكرامة، بغينا الحرية، بغينا العدالة الاجتماعية، بغينا إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، بغينا تعليم ديمقراطي وشعبي ومجاني. كنتمنى نمشي مزيان في الموسيقى ونلعب في شي كونسير كبير اللي يشوفوا العالم كامل. إن شاء الله المغرب يزيد القدام نقراو ونجتهدوا. كنحلم باش يطور ميدان التعليم والصحة في بلادي، يكون فرص شغل متاحة بالنسبة للجميع. كنحلم نكون مستقبل نخدم ونزوج، واخا هاد الشيء بالنسبة للناس الخارج المغرب حقوق ماشي أحلام. كنحلمو نكونو مشهورين ونجيبو شي حاجة جديدة للمغرب. تمنيت ندخل شي جامعة ولا شي فاك في المغرب ونلقى بحالهم. تمنيت ولد فقير يقرا معاهم ولد غني يكون اختلاف غير في النقط. سعد إبراهيم وعزيز صحاب في الغربة وديما متفاهمين. تمنيت المغرب يتقدم شوية في التعليم ما يبقاش في المراتب الأخيرة أو ما قبل الأخيرة. كل واحد عنده الحلم ديالو وليني الحلم مشترك بيناتهم هو رجوع المغرب. تحقق أحلام كل مغربية ونربحو كأس العالم إلى ممكن. هادو ما فليش متفاهمين. الدراري اش هادشي حشومة أصاحبي، راه 40 مليون مغربي تيتفرجوا فيكم، يلا ديروا شي ابتسامة. هنا ربحنا الولايات المتحدة الأمريكية ناشفو 2-1. الحلم ديالي أننا نربحوهم في مجال آخر وعلى الأقل نتعادلو معاهم. حلمي هو نمشي لليابان ونشوف دوك اليابانيين كيطوروا بلادهم، وعلاش لا دوك ديك الطريقة باش طوروها نجيو نطبقوها على مغربنا. الحلم ديالنا خويا هو المغرب يتكاد يزيد القدام، الجينيراسيون اللي جايين من بعد ما يلقاوش مشاكل يلقاو قراية مقادة خدمة مقادة. ونعطيو فرصة للشباب ديالنا باش يبرز المواهب ديالو هو اللي قد ينهض بهاد البلاد السعيدة. انت شنو هو الحلم ديالك؟ واش انا الحلم ديالي بس الحاجة المغرب يكون زوين. هو المغربي على خيمة العالم إيفريست.
ان شاء الله امنيتي ندوز شي كونكور بلا ما نحضر الشوارق عارفين نتوما علاش داو مسؤولي ديال هاد البلاد وراش ديروا المعاقه ولكن الصحه غادي نديروها ان شاء الله. كنتمنى ان واحد النهار نفيقوا المغاربه كاملين عايشين مزيان وكنتمنى ان بزاف ديال الناس تكون عقليه ديالهم وما يبقاوش يفكروا في المصلحه الخاصه فقط يفكروا في المصلحه العامه اولا. وما علينا الا نرجعوا لسيره الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها طريقه للعيش طريقه ناجحه جدا. الحلم ديالي هي تحرر فلسطين وترجع الخلافة الإسلامية إن شاء الله. نبغيو نحلمو ونبغيو نوصلو لواحد المستوى عالي باش نصرفو به المغرب. وري وري شوف وري شوف قولي باغا رصاب أرصاب باطرة سمعي. الحلم ديالي هو نشتغل في أفلام أمريكية في هوليوود. كنحلم المغرب بلا وساطة وبلا القضية ديال الإخوان صاحبي وكنتمنى طول العمر لجميع الأمهات والآباء. شني أنه يكون المغرب مغرب مزدهر متطور نقي المستوى بحال بحال كاع البلدان المتقدمة. كنحلم أنني شي نهار نفتح عينيا في الصباح بحال هكا ونلقى المغرب كله خضر ونلقى الأمية في المغرب ما بقاش نجي للمغرب وما يبقاش نشوف فيا دوك الناس اللي تما يبقاش يحمروا بينا ولا شي يخزروا بينا بحال اللي زعما حنا متفرينو. حنا راه ما متفرينوش حنا كنضاربوا مع الوقت ولكن ديما مغاربة ديما مغرب. السلام عليكم ورحمة الله. انا الحلم ديالي ندير لو تور دو موند وكيف ما كتعرفوا هادشي كيطلب مبالغ كثيره باش اش كنتمنى دي سبونسور ماروكان يساعدوني ويساعد الشباب المغاربه نزيدوا القدام. انا المشكله الصحراء انتهي وصحوا الصحراء وصحاب الدرابيه وديروا الغريب وكل واحد شاف هاد الفيديو اللي غادي ندير ملي يكون غادي يقرق ما يلوحش الزلفط الا شرا شي حاجه ما يلوحش الا في البلاصه اللي غادي تلاحظها. الحلم ديالي هو مغاربه كاملين يحققوا الاحلام ديالهم وانا منهم. كنتمنى كل المغربي ان يصلح نفسه حتى يستقيم هذا الوطن ونكون نحن قدوه لباقي بلدان العالم وشعوبها. امنيتي في جميع الناس المغربيين انني نرجع للبلاد ديالنا خصوصا مدينه الرباط ونعيش الحجاب ديالي بكل حريه وبلا اهانه. كنحلم بمغرب ما فيهش الفساد، فيه الديمقراطيه والمساواه وحريه الاختلاف. كنحلم بالمغرب وسورتو مراكش اول وجهه سياحيه في العالم بدون سياحة جنسية. كنحلم بمغرب فيه الكرامة فيه الحرية فيه الديمقراطية ما فيهش الفساد. بونسوار تو مون سميتي سلمى ميكنيس عندي 13 عام ودي بيزنس مانجر. هي المغرب وبغيت الباسبور المغربي نزور معاه مقيم. اللي بغيت في هذه الحياه هو عيشه سعيده ومرضات الوالدين واللي عنده شي والدين الله يخليهم ليه واللي ما عندوش الله يرحمهم. جي اوندي دي زيف سميتي دي سالا كوندي دي فيني كوميديا ان فوتبول ان فرانس ان شاء الله. خاصك تكون باك بلوس صاحب باك باش الحلم ديالي هو استرجاع سبت ومنيليا والجزر الكناريه المستعمره من طرف الاسبان. علاش حنا مازالين كنعانيو من الحروب والنزاعات ما بين الدول العربيه طاغي الظلم في فلسطين كيموتوا فيها الابرياء نهار على نهار صغار وكبار اللي ما عليهم حتى دم ما كنعرفوا القدس هي ارض مقدسه وحتى لينا الصهاينه كنتمنى ترجع القدس الحره العربيه. نهار نشوف المغاربه كاملين عندهم مصلحه الوطن فوق كل ايديولوجيه فوق كل حاجه فوق اي كل اعتبار. ان شاء الله نشوفوا المغرب هذا كامل دوله واحده مكونه من 12000 ويره فلسطين تساكري مالغري المالور. ومتمنياتي بأن الحكومة تقوم توفى بالوعود ديالها والمغرب يزدهر ويزيد قدام ونرجعوا حنا من هذا البلاد. أنا مغربي ومن القبرص وبغيت المغرب يتقدم. الدور ديالنا كشباب كيتجلى في أن نتكونوا نقراو مزيان كقراية نقراو مزيان باش نتقفوا راسنا نحبسوا من الكريتيك ونبداو نخدمو وحقاش بلادنا خاصها أشخاص اللي غيتحركو. ريان شنو الحلم ديالك؟ لعيب برشا حقيقي. الحلم ديالي هو أنه نحقق الأحلام ديالي حيت مادام أنا عايش إلا وفي الأحلام. تمنيت ملي نمشي نصيب شي ورقة في شي إدارة نلقى واحد السيد عنده رغبة باغي يصيب لي داك الورقة بحال اللي تيصيبها لراسو ولا تيصيبها لولدو ولا معرفت إيش. تمنيت داك الشوفة اللي تشوفوها القوة اللي تجيو للمغرب نشوفوها تحنا في بلاد ناس. السلام عليكم سميتي مهدي من قنيطرة. الحلم ديالي هو أنني نسافر المغرب كامل وناخذ الباك تاعي إن شاء الله. أنا دكتور حلم ديالي والحلم ديالي أنا هو أنني جاي في المغرب يقدروا يجيو من الهوايات ديالهم الخافي يقطعوا لي لي خدام. بالنسبة لصحاب الجميع في كرة القدم راكم مرضتونا وطيحتو لينا الشعر في
قصونا يا خويا قصونا، اللي ما كترجعش البوست يا خويا البوست ديالنا، حيت كاين بزاف الناس عندهم تجربه وقادين بالشغل. نرحم لكم الوالدين لما خويا لي بوست ديالكم، كاين الناس اللي باغا تزيد المغرب قدام. حنا مغاربه نحلى حلموا شوفوا المغرب غادي قدام وبلا حسوبيه وبلا زبونيه وبلا رشوه. مبارك امك صح، الحلم ديالي هو مغرب نقي، مغرب بلا رشوه، دبك صاحبي بلا حسوبيه. الجنة ديالي هي الجنة الوالدة ديالي الله يرحمها ولكاع أموات المسلمين أجمعين. وبغيت نوصي كاع الدراري وكاع الدريات اللي عنده شي ميمة يتهلا فيها ويتهلا فيها ويزيد يتهلا فيها وحطها في عينيه وما يقوليهاش لا، واللي ما عندوش الله يرحمها ويتفكرها وما ينساهاش. وهادشي اللي كاين، والسلام عليكم.